هتضرب بس فين؟ في 2 بايت، بيطلع عندك مين؟ بيطلع عندك الايكويشن. خلاص اللي كان بيسال نشيل اللمده نحط كيو، شال اللمده حط مين؟ حط كيو. خلاص دي براحتك، عايز تسيبها لغايه كده تمام، عايز تشيل كيو تشيل اللمده وتحط كيو، الاثنين ايه؟ الاثنين واحد تمام؟ طيب صعبها اكتر سنه اخر حاجه بقى خالص، لو بقت ديسك، ديسك بقى عليه ايه؟ كله تشارج مش رينج، ديسك كله. ديسك ده يعني انا بتكلم دلوقتي على لاين ديستريبيوشن ولا سيرفيس ديستريبيوشن؟ سيرفيس. انا بتكلم على سيجما دي اريا اهو، سيجما دي اريا. انا دلوقتي بتكلم على دبل انتجريشن خلاص. طيب واحده واحده، هو دلوقتي الكيو دي هنختار ده ديسك، الديسك ده اختار كارتيزيان ولا سلندريكال ولا سفيريكال؟ سلندريكال. ده ديسك زي الاسطوانه كده خلاص، حلو قوي. يبقى التشارج بتاعتي دي من اي اتجاه؟ بص كده، تخيل ان عندك اسطوانه وانت بتتكلم على القاعده بتاعت الاسطوانه من تحت الديسك اللي تحت خلاص، يبقى الاريا بتاعتي في اتجاه مين؟ الزد. يبقى انا لو بصيت على الحاجات اللي خدناها في المحاضره اللي فاتت، الدي اريا في اتجاه الزد في اتجاه اليو زد كان ايه؟ مش عارف تحفظها يعني، بس انت مع الزمن هتتعود عليها خلاص. دي ار دي ار دي فور. يبقى انا كده بالنسبه لي الدي اريا المساله اهو، الدي كيو هي عباره عن سيجما ها دي اريا، وانا اخترت السلندريكال كوردينتس، فالدي اريا هنا هو عباره عن مين؟ ار دي ار دي فور. انا ممكن اسال على نفس المساله خالص، هو مش الديسك ده كومبليت ديسك؟ يعني الفاي من كام لكام؟ من 0 2 باي، يعني ممكن اخلي ده عباره عن ايه؟ 2 باي ار دي ار صح؟ يبقى انا هنا هعمل ايه؟ انتجريشن بس في واحد في اتجاه مين؟ في اتجاه الار. حلو قوي. طيب ايه فين النقطه اللي انا عايز احسب عندها؟ برضه نفس الكلام، فين؟ في النص، يعني في برضه ايه؟ في سيمتر، يعني برضه هعمل انالسيس في اتجاه مين؟ حلل في اتجاه الكوساين. حلو قوي. طيب عشان نحلل في اتجاه الكوساين برضه لازم نحسب مين؟ كوساين سيتا. بس هل المره دي زي دي السيدا ثابته؟ لا، ده متغيره. ليه؟ لان الديسك ده ماله؟ النص قطر قاعد بيتغير في اتنين تمام؟ فما ينفعش ان اقول ار كده، لازم الار دي نفسها او الار كابيتال دي مش ار كابيتال، دي ار ايه؟ دي فاريبل ار داش. هو الراجل ده سماها لك اهو ار داش. حلو؟ يبقى بالنسبه لي الخط ده ده ار وده زد زي ما هو، بس ده مش ار كابيتال، ده مش النص قطر، ده نص قطر ماله هو كمان؟ متغير. يعني كأن ده هسميه ار داش وده ار داش وده ار داش، لانه ايه؟ داش ده يعني متغير. حلو؟ فبالتالي لو عايز احسب كوساين السيتا، فكوساين السيتا بيساوي كام؟ زد على ار، بس الار دي مالها؟ جذر زد سكوير زائد مش ار بقى كابيتال سكوير، ار داش سكوير. فبقيت الايكويشن بتاعتي اهي كوزاين زد على ار، بس الار سمول هي عباره عن مين؟ جذر زد سكوير زائد ار داش سكوير. اذا بقى عندي تحت في ار داش سكوير، وعندي هنا في الانتجريشن بتاعي اهو في ايه؟ في ار داش. طب لما نيجي نجمعهم كده كلهم بقى على بعض، ادي الدي اي خلاص اهو السيجما، طلعت ال 2 باي بره عشان اريح نفسي منها، والكوزاين بقت زد على ار، بقت تحت كام؟ ار داش سكوير زائد زد سكوير باور كام؟ باور 3 خلاص. طيب وبقى فوق عندي في كام؟ في ار داش كمان، لكن هعمل انتجريشن طبعا، ده كل ده كونست هيطلع بره، هيبقى في عندي انتجريشن بالنسبه لمين؟ ار داش على ار داش سكوير بلس مين؟ زد سكوير باور 3 اوفر خلاص. خش هنجيبها في الامتحان، توصل بس لغايه الحته دي تمام؟ توصل بس لغايه هنا وكمل. طيب بالنسبه لار داش فاريبل من كام لكام؟ من زيرو لكام؟ ار كابيتال، نص القطر الكلي من زيرو لار كابيتال. تبدا تطلع مين؟ تطلع الانتجريشن بتاعك والقيمه بتاعتك. احنا كده اتعلمنا ازاي نحسب مع بعض، وده ان شاء الله يكون بقى شغلكم في التوتوريالز، ان انت تحسب الاليكسير فين؟ عند اي بوينت في السبيس خلاص؟ نتيجه مين؟ نتيجة وجود الديستريبيوشن بتاعت الشارج. الديستريبيوشن ممكن تكون لاين، ممكن تكون اريا خلاص؟ البوينت دي ممكن تكون
يكون فيها سيمتري زي ما احنا شفنا النهارده، او ممكن يكونش اصلا فيها سيمتري. خلاص دي كلها ايه؟ دي كلها حاجات نقدر ان احنا نشوفها مع بعض. خلاص؟ هل في حد عنده سؤال؟ ممكن الجزء بتاع الدي ان ايه